من جبت صورته هذا؟ انت بتعرف الموضوع؟ حدا حكى لك؟ ليش جعلت الصورة؟ هذا أكثر إنسان على وجه الكرة الأرضية. صورة الشخص اللي هون هذا أقدر إنسان على وجه الكرة الأرضية. أنا إنسان مش تبع خصام، أنا مش مشاكس، أنا ما بطلع بالسوشيال ميديا وأتكلم عن الناس، أنا حبيب الجميع وصديق الجميع. أما هذا الشخص في حياتي لم أرى أسوأ منه. هذا شخص توفى قبل 4-5 شهور. إيش؟ إيش محمد؟ تتكلم عن شخص متوفى؟ كيف تحكي هذا الكلام؟ لا يجوز على الميت إلا الرحمة. لا ورب الكعبة، هذه من عندك، هذا موروث عربي خاطئ. مش صحيح. من قال لا يجوز الميت؟ مش صحيح. هذا مدخول داخل علينا. بعض الأموات إذا ماتوا استراحت منهم الأم. قيل في زمن الحجاج من لم يفرح بموت الحجاج هو منافق. تخيل، نفرح بموت الطغاة والظلمة والفجار والفسقة، هذا كان أحدهم. هذا كان فاجر؟ نعم. إيش كانت ديانة هذا الشخص؟ مسلم، ولكن ما له بالإسلام شيء. اسم؟ كان يصلي في الصف الأول. لا أذكر اسم مستحيل. كان يصلي في الصف الأول. مسلم اسم فقط؟ يعني مسلم اسم طبعا. اسمن؟ من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا الشخص كان تخصص الفحشاء والمنكر. هذا شخص في يوم من الأيام جاء على المحكمة ووضع يده على المصحف الشريف وحلف بالله العظيم رب العرش العظيم أن يقول الحق ولا شيء سوى الحق، فقال الكذب والزور رب الكعبة، وأحضر ثمن شهود زور وشهدوا له زور. هذا الرجل بسببه أنا سجنت ولليوم بدفع الثمن.